مرحبا فيكم عن جديد. دائما عودناكم بدامسكم أن نستضيف الأشخاص أصحاب القدرات والكفاءات العالية، وأيضا يلي عندهم قوة إرادة ممكن أنه نحن نتعلم منهم ونقوى فيهم أيضا. فرح، أكيد طالما نحن عم نحكي عن هدول الأشخاص نحكي عن النجاح اللي هو غاية كل شخص بهالحياة. كتار يلي بيطلبوا النجاح بس قلال يلي بيقدروا يوصلوا له. الموضوع بيتعلق بالإرادة والعزيمة، فأصحاب الإرادة قادرين يحولوا أصعب الظروف وأضعف القدرات لقوة لحتى يوصلوا لغايتهم. طبعا هي الصفات يلي عم تقولها فرح موجودة بضيفتنا لليوم يلي صارت معنا بالاستوديو، المهندسة والميك اب ارتست وصاحبة مشروع التغيير، صارت معنا فرح نعنوع. بدنا نقول اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. اهلا فرح. اهلا ابراهيم. اهلا وسهلا فيكي. يعني هلا. شفنا في كثير مهن انجمعت تحت اسمك، المهندسه والميك اب ارتست وايضا صاحبه مشروع التغيير. لو نحن عن لو نحكي عن دراستك الاكاديميه وعن شغفك وعن مشروعك ايضا. بيقدر الانسان بشكل عام يجمع عده مواهب وينميها. طبعا بالنسبه لموهبه الميك اب ابتديت فيها من بعد ما صار معي ظرف بحياتي، قدرت نمي الموهبة شوي شوي. والإنسان مثل ما كنت عم تقولي بالإرادة بيقدر يعمل أي شيء هو بيقدر بيطمح له. يعني تمام، دراستك كانت الهندسة، درستيها وتخرجتي؟ وتخرجت. تمام، بعدين إمتى دخولك يعني لمجال؟ صار دخولي بمجال الميك اب بعد ظرف الحادث اللي صار معي. ما حبيت استسلم، ما حبيت أوقف بدون أي شيء. كان صعب شوي إني أرجع للهندسة مثل ما كنت من قبل، يعني ممارسة الهندسة ونزلت البيت وتعرفي صعبة كانت شوي صغيرة علي، فابتديت بالبيت بالميك اب كونه أسهل شيء ممكن أعمله أنا وبالبيت. حلو كتير، بس أبدعتي بالميك اب، يعني هو مانا مجرد شيء انت قدرتي تمارسيه بالبيت او تعبي فراغك، يعني انت هذا الشيء كأنه نابع عن شغف عن حب، صح ابراهيم؟ صحيح، انا شفت اعماله يعني بصراحة على السوشيال ميديا، شيء بنم عن دراسة وعن دراية يعني وعن ممارسة لسنوات طويلة. قد ايش صار لك عم تمارسي هذا؟ هلا تقريبا طبقت السنتين ونص تقريبا صار لي بمجال الميك اب. والميك اب عندي شغف من قبل، يعني مثل اي صبية مثلا كانت بتحب تنزل على السوق وتضل قاعدة عم تشوف غراض المكياج و هو دائما في قاعده يعني بتقول احب ما تعمل لكي تعمل ما تحب، فبس صح. يكون الحب موجود والشغف اكيد بيطلع معنا منتجات كثير رائعه. طيب برايك يعني قديش مهم الواحد يكون عنده قدرات بالرسم مثلا؟ يا ترى بالتجميل له علاقه بالرسم؟ الواحد يبلش فيها لازم يكون عنده اقل شيء خلفيه. يعني انا من لما كنت صغيره وانا برسم الحاجب مع العين مع الايلاينر، يعني هو كان يعني اجباري بده يكون في عندك خلفيه. أيوة. ما فينك تبلش باي يعني باي شيء ما يكون عندك خلفيه فيه ابدا. تماما، يعني رسم مهم بهاي المهنه. الرسم مهم بهاي المهنه، بيساعد كثير. يكون عندك الفن. هلا الرسم بنشوف كثير رسامين بس ما بيقدروا يطبقوا على الوجه مثل ما بيطبقوا على لوحاتهم. صح. بينما بالعكس كمان ممكن تشوف بيطبقوا على الوجه بس ما بيطلع مثلا ظابط كلوحه يعني. تمام، خلينا نحكي هلا عن مشروع التغيير ذا تشينج يلي اقمتيه وبالموسم الثاني. هلا نحن بالموسم الثاني طبعا خلصناه بس ناطرين المنتج لحتى يعطينا الفيديو النهائي للمشروع. مشروع التغيير هو حلم من لما كنت صغيره، من لما كنا صغار ونحن بنتابع جويل، حتى كلنا بنحبها لجويل. نعم. ونشوفها كيف بتغير هالصبايا وبتقلبون هيك، بتشوفي على المرايه بتغير لهم شكلهم وبتنبسط الصبيه. فانا بلشت بمشروع التغيير بمسابقه كانت عندي على الانستغرام. المسابقه كانت هي عباره عن كادو لصبيه اللي بتعلق اكثر شيء بتعلق لرفقاتها بتلرفقاتها انه هي حتفوز. فوقت اللي نزلت المسابقه لقيت تفاعل كثير كثير كبير، انه صفحات صارت تحكيني بليز انه ضيفينا معك على المسابقه. فانا كنت منزله المسابقه اوريدي ما بقدر ابدا بضيف حدا. بعدين هيك قعدت فكرت بيني وبين حالي قلت انه ليش مثلا ما انا بجمع هالكادويات كلها ومنطبقها على صبيه وحده. نعم. ونشوف مثلا ممكن اجري لها تغيير يكون حلو لحياتها، يطفي لها حس انه تشعر بثقتها بنفسها، مثلا ما تشعر حالها ناقصه عن البنات الثانيين. تمام، قديش كان مشاعر الصبيه وقت غيرتوها؟ يعني خبرينا عن هاي اللحظات اللي عشتيها معها. اول صبيه اشتغلنا معها كثير كثير طبعا لانه خلصنا. عم بحكي لك على الموسم الاول ما فيني احكي لك على الثاني ليطلع يعني لمنتج الفيديو. الصبيه بتبعت لي رسائل بكل فتره بتعايدني او بدها تسلم علي. انا كثير بنبسط بالرسائل اللي بتبعت لي اياهم، بتلي فرح انه انت عن جد غيرتي لي حياتي، عن جد انا صار فيني احب حالي، احب شوف حالي بالمرايه، هذا الشيء طبعا كافي انه يعطيني سعاده
كثير كبيرة. حلو كثير يعني رائع. بكل مهنة أو بكل ممارسة عملية بالحياة بيكون في جانبين، الجانب المادي والجانب المعنوي، وأنت هذا الجانب المعنوي عم تقدر تحققيه من خلال هذا المشروع. المشروع طبعا هو عمل إنساني قائم على فريق متكامل معي طبي، وفي عندي مديرة العلاقات العامة، وفي عندنا فريق تصوير. طبعا كلياتنا متعاونين لحتى ننتج هذا العمل بطريقة بروفيشنال وتعجب كل المتابعين. شيء كثير حلو، شيء كثير حلو. طيب يعني نحن بنعرف المجتمع احيانا في ناس محبطين وايضا في ناس ايجابيين ومشجعين. لما شافوكي انت فرح بعدتي عن الهندسه اللي هي بعيده كل البعد عن التجميل والميك اب وهي القصص، يعني شو كانت ردود افعالهم بالنسبه لك؟ خصيصا ابراهيم انه المهندسه، عرفتي انه اسم يعني بالنهايه. اليوم وقت بنقرأ المهندسه مع ميك اب ارتست بمجتمعنا، نحن دائما بتحس انه في فرق نوعا ما ما بين الدراسه أكيد. وبين الموهبه. مجتمعنا نوعا ما كمان عودنا على مثل او بيت الشعر اللي بيقول انه ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بس انا حاولت اطبق الشطر الثاني من البيت اللي بيقول تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. ان الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الانس والجن. يا سلام. الله الله، كثير كثير برافو عليك. يعني هي مو بس شعارات واشعار يعني نحن لا بنرفع، لا احنا عم نطبق هي معاني تطبيق يعني طبعاً. برافو عليك. فرح بحياتك تعرضتي لحادث على اثره فقدتي والدتك وايضا فقدتي احد اطرافك السفليه، اكيد ما رح نحكي بتفاصيل الحادث بل رح نحكي كيف قدرتي تتجاوزي. الاراده بتصنع المعجزات. اي انسان بيصير بحياته ظرف، ما في حدا فينا مرتاح، كل انسان عنده هم بحياته، كل انسان عنده ظرف بمر فيه حسب طاقته كيف بيقدر يتقبل ظرفه. يعني اليوم انا بالاراده بقدر اتحدى اي شيء ممكن يصير معي، لهيك انه اللي عم يتابعني لازم يعرف انه الاراده بتصنع المعجزات. طبعا وقت صار معي الظرف الحادث بعد فتره من لما صحيت وقمت من العمليات وهيك، كان في عندي كتاب كنت حابه اقراه هو قبل الحادث، بس شاءت الظروف اني قريته بعد ما صار معي الحادث. هو الكتاب للدكتور ابراهيم الفقي سفن سيكريتس اوف بيرسونال باور. طبعا هو الكتاب استمديت منه كثير طاقه، حطيت 7 خطوات اللي هن سفن سيكريتس ومشيت عليهم. صرت طبق شوف انه عن جد الانسان لازم يتامل الخير، لازم يكون معطاء، لازم يصبر على الشيء اللي هو مارر فيه. تمام. الكتاب كثير اعطاني معنويات. جميل حلو جدا. كتير يعني قليل نحن لحتى نقرا كتب ونستفيد منها على ارض الواقع، غالبا بتكون للتسليه والترفيه، بس حلو كثير انه نحن نطبق الشيء اللي بنقراه واللي بنشوفه بالكتب على ارض الواقع. الكتب اللي فيها دائما تعطيك طاقه ايجابيه، طبعا انت بدك تطبقها، ما بس انه تقراها وتقول انا قريت وعدت، لا بدك تاخذ الكلام وتتمعن فيه وتمشي، يعني تمشي على الشيء المكتوب. تمام. طيب يعني هلا انت دخلتي لعالم المكياج وبطريقه بروفيشنال، يعني خلينا نقول وصلتي لهي الاحترافيه، طيب انت تلقيتي مثلا دورات او تدريب او ممكن انك تدربي مثلا او تعملي دورات بهذا الموضوع؟ هلا رح احكي لكم انه انا كيف بلشت. الاجتهاد، نرجع بنقول الاجتهاد، بلشت انا درب حالي لحالي، وطبعا شوي شوي الواحد بيطلع ستيب ستيب يعني بخطوط بمشواره. تلقيت دعوه من السيده اسماء الاسد منشان اطلع لعند ميك اب ارتست ميلاد حنون، بس بالفتره الماضيه مو من فتره كثير بعيده. طبعا اكيد انا استفدت وزادت خبرتي اكثر، بس انه كتدريب من اول ما بلشت انا لحالي كان. اني اعطي دورات هلا حاليا شوي صغيره ما في هالموضوع، لانه لساتني انا بعتبر حالي ضمن فتره التدريب. أنا ما في نوع حالي بروفيشنال، بس اكيد صار عندك خبره متراكمه، يعني فيكي انه مثلا اكيد. وهذا الشيء بنشوفه من الصور. فرح انت متواضعه على فكره. متواضعه. الاكسبيرينس برايي انا لازم تكون لسه كتجربه اكبر، تراكميه اكثر طبعا. تمام. بس كمان الموهبه بتلعب كثير دور. اكيد اليوم انا انسان موهوب بعترف، يعني ما فيني اقول انا مثلا ما عندي الموهبه، بس اليوم انا ما فيني اقول بروفيشنال الناس اللي بتقيمني، مو انا بقيم نفسي. فرح، شو السبب الرئيسي لنجاحك؟ وهل فرح رح تكون بما عليه الان لو ما صار مع هذا الحادث؟ سبب النجاح برأيي كثير في أسباب للنجاح، بس أهم سبب محبة الناس. وقت الناس بتحبك وبتدعمك وأنت بتبادليهم نفس الشعور، هذا الشيء بيخليك تطلعي كثير لفوق. هل فرح حتكون بالشيء اللي هي عليه هلا من دون الحادث؟ الحادث نحن بنعرف من الألم بيطلع الإبداع، بيطلع صح. الأمل. قبل الحادث كنا نقول بدنا نعمل، بس وقت تجيك الضربة بتصير إجباري عنك، مثل ما قلت من الألم بدك تنبع، بينبع الفن.
تماما. حلو كثير. طيب يعني اي مهنه الواحد ممكن يمارسها بيكون بحب. عنده بحب ايه بحب او غير حب بيكون عنده يعني بعض العوائق وبعض الصعوبات يلي بتمرق بحياته، ففي هيك شيء هلا بمهنتك؟ طبعا ما في شيء بيمر بدون صعوبات وعوائق بتمر عليك كثير. يعني ممكن مثلا اول فتره انك تعرف تلبق للصبيه الميك اب اللي هي بتحبه، باي شيء بتمر بصعوبات وعوائق انت بدك تتخطاها، بدك تطلع منها، بدك تتحدى الظرف اللي انت فيه، وبدك تكون واثق بنفسك. اهم شيء الثقه بالنفس. مجرد ما شافوا الناس ثقتك بنفسك انت بتعطي يعني اوريدي شعور الارتياح. مثلا فرح عم تشتغل بثقه، فانا ما بقى فيني احكي شيء، خلص يا عم تعمل لي الشيء اللي بيلبق لي. خلينا نحكي نظره المجتمع لإليك، نظره المجتمع لفرح، نظره المجتمع لفرح هي العامله بالميك اب ارتست على الرغم من فقدانها للرجله، بس هي عم تقدر توقف وترسم، عم تقدر تروح لشغلها وعم ترجع. هل كانت نظره المجتمع او رايهم فيكي سلبي ام ايجابي؟ هلا بس لاقول لك على سؤالك جاوبك كيف انا بفكر. انا ما بنظر ابدا للانسان السلبي ولا بسمع له نهائيا تماما، ولا بحداني مع اي كلمه. يعني شو ما كان رايه ابدا، يعني شو ما قالوا، لو كان في تنمر، لو كان في راي سلبي، لو اي شيء، لو حتى شفت انا وماشي حدا مثلا ممكن عبر عن طريقه الطرف بطريقه مثلا ممكن انا احس انه ضحكه او استهزاء او اي شيء، انا بالعكس بمشي وقصه بكون واثقه بحالي اكثر. لانه اليوم وقت اللي انت بتورجي المجتمع انك انت واثقه بنفسك رح ينظر لك بحب، رح ينظر لك بانه عن جد فرح قويه، عن جد كذا، فرح يطلعوا لك من الشق الايجابي مباشره. هو فعلا حضرتك قويه، لانه كمان مهنه الميك اب يعني صعبه كثير، صعبه وبتتطلب يعني ما بعرف بيوجعك ظهرك ممكن، او مثلا اذا كنت واقفه على رجليك مرهقه جسديا يعني. ايه تمام. يعني هلا مثلا بمجال التجميل في عندنا مثلا خلينا نقول الشعر، الاظافر، الميك اب، انا بحس الميك اب مسؤوليه كبيره. طبعا انت عندك الوش يعني الصبيه بتغطي له، بعد شوي تطلع على المرايه بدها تشوف حالها، فهذه انت بمسؤوليه كثير كبيره. ممكن تقول لك عجبني ما عجبني، انت دائما محاطه ما بين عده اراء للصبيه. ف صحيح. طيب يعني هلا بالنسبه لحضرتك وصلتي لهي المستوى من الحرفيه بالميك اب، طيب اي حدا حابب انه يخطو خطواتك يعني ويصير مثل ما صرتي انت، شو نصايحك لهم الصبايا؟ الهدف، يحطوا الهدف قدامهم. ما فينا نقعد ونلف اجر على اجر وانا بدي اصير ميك اب ارتست، او انا بدي اصير مثلا مثل فرح. خلينا نقول اذا انا مثلا كنت مثال لبعض البنات، لا اليوم بدنا نمشي ونحط الهدف والطموح قدامنا. طيب. ونشتغل عليه صح. ثاني شغله اهم شغله، هاي هي عفوا مقاطعتك، يعني نحن ما بدنا نحكي بس بالامور المعنويه، يعني بدنا نحكي بالخطوات المنهجيه العمليه. كيف مثلا ممكن بلش انا؟ بدي بلش، ممكن نبلش على فكره، يعني هلا مثلا كثير صبايا بيسالوني بيبعثوا لي على الدايركت للانستغرام او الفيسبوك، فرح كيف بلشتي فورا صرتي هيك؟ طبعا لا اكيد انا بلشت بغراض المتواضعين، هي الصراحه يعني انت شفت مثلا هيك اي صبيه عندها غراض ميك اب بسيطين، انا هيك كانت غراضي. تمام. وشوي شوي الانسان بينمي حاله من مثلا شو ما طلعنا دخل، شو ما كذا، نحن بنشيل على جنب لحتى مثلا نقدر نجيب الاغراض الثقيله اللي بتناسب اذواق الصبايا، الالوان، الشادويات، الباليتات. طبعا كمان بالاضافه للتدريب، انه انا مثلا كمان ما فيني افتح فورا اقول انا صرت ميك اب ارتست اذا انا ما كنت متدربه وعم درب حالي بشكل تقريبا خلينا نقول يومي. إيه تدريب بشكل يومي جدا مهم. بتدرب على حالها ولا على الصبايا؟ انا برايي الميك اب ارتست اللي بتعمل ميك اب حلو لحالها مش شرط تعمل حلو على الصبيه. تماما. لازم تتدرب على الوش المقابله تماما. هلا مثال انا انه ما كثير انا يعني كثير شاطره بالمكياج على حالي، عادي بعترف يعني وبقول انا كثير شاطره على الوش الصبيه المقابله اكثر من وجهي. تمام. ويبلشوا من فيديوهات اليوتيوب خلينا نقول، ولا هن يرتادوا الدورات؟ انستغرام. طبعا اكيد اكيد ما فيني انكر انه الدورات ما بتفيد. اليوم انا مثلا كنت عند الميك اب ارتست ميلاد حنون، استفدت ببعض الخطوات منه، طبعا بوجه له تحيه لميلاد. واليوتيوب بيعلم، الانستغرام بيعلم، دائما متابعه على المتابعه، تطوير الذات كثير نقطه مهمه. حلو كثير. طيب فرح، هلا بما اننا بنحكي نحن عن التطوير، شو حابه تطور بحالها، وين حابه تكون، وشو مشاريعها المستقبليه؟ اذا عم تساليني هالسؤال فكمان شو طموحي كثير كبير، ما بعرف شو بدي اوصف لك. انا بتمنى انه استعمل كثير شغلات بحياتي، ما اوقف بس عند الميك اب ومشروع التغيير. يعني اليوم فرح انسان عنده كثير افكار جداً. عنده كثير طاقه، عنده كثير طاقه، كثير افكار، كثير طاقه، دائما في افكار. يعني هلا مثلا كثير بحب ادخل بمجال البزنس،
بمجال التجاره. من لما كنت صغيره كان يجي لعندي الاستاذ بالصف التاسع والبكالوريا دروس خصوصيه مثلا، فرح شو بتحب تصير؟ قال لهم بحب تصير مثلا بزنس وومن، يعني كتير. على مستوى رياده الاعمال، وان شاء الله ممكن اقدر احقق هيك حلم. طيب بالنسبه للميك اب سينمائي تلفزيوني، فكرتي بهيك شيء مثلا؟ له ادوات خاصه، له اساليب خاصه؟ طبعا اكيد مكياج الكاميرا غير المكياج اللي نحن بنعمله للصبايا بالسهرات. بس انا يعني انا بفضل مكياج السهرات، هذا ميك اب بفضله اكثر. حلو كثير. يعني بدي اتشكرك كثير على القوه اللي منحتينا اياها، على الفرح اللي منحتينا اياه، مثل ما بيقولوا لكل امرئ من اسمه نصيب، يعني فرح عم تنبض بالفرح وبالامل. بدي اتشكرك كثير على الطاقه الحلوه اللي عندك، المهندسه والميك اب ارتست فرح نعنو. شكرا كثير. شكرا كثير لكم، شكرا على استضافتكم.